الجزء الأخير من ساعة حرة سيد أندرو تابلر في واشنطن في تقديرك كيف ستتصرف واشنطن مع المقاتلين الأكراد بعدما تنتهي مهمتهم في الرقة ومناطق أخرى أعتقد أن الولايات المتحدة ستدعم المقاتلين الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية والسؤال الى اي مدى وما هو نوع الدعم؟ اعتقد ان الولايات المتحده تخطط لدعم التحالف السوري لاستعاده الاراضي شرق الفرات وربما جنوب دير الزور وعلينا ان ننتظر ونرى بالطبع المشكله الاكبر الخاصه بدعم القوات المدعومه كرديا هي ان هذا سياتي على حساب تركيا والسؤال هل سؤال تركيا تنظر علي الدعم الامريكي للمجموعات جنوب الرقه كشيء جيد ام سيء هذا لا يزال غير واضح. نعم، أنا سؤالي تحديداً سيتابلر عن مرحلة ما بعد الانتهاء من هذه المعركة وما بعد الانتهاء من المهمة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية للقوات الكردية فيها تحديداً، هل سيكون هناك تخل أمريكي عنهم كما حذر السفير السابق روبرت فورد أم أنهم سيدعمون ليكونوا جزءاً من عملية سياسية سورية يكون الأكراد

ستتخلى عن الأكراد في شمال شرق سوريا وسيكونون جزءا من الحل النهائي في سوريا سيد عقاب يحيى في اسطنبول هل لديكم أي تحفظات حيال دور أو إلى أي مدى تبلغ هذه التحفظات حيال دور القوات الكردية في المرحلة الحالية يدعمون من واشنطن تتحفظ عنهم تركيا وانتم تقولون ان هناك في الائتلاف ممثلون ان هناك ممثلين للأكراد في الائتلاف ولكن القوات الأفعى على الأرض ليست تابعة أو لا تأتمر بأمر الائتلاف. كيف تنظرون إلى التركيبة الكردية في المرحلة المقبلة في سوريا المستقبل؟ حقيقة هذه قضية معقدة جدا المسألة الكردية ليست جديدة وهي أيضا ليست ذاتية بمعنى أن الدور الإقليمي والخارجي كان دوما كبيرا وساحقا تركيا تعتبر أي وجود كردي مستقل هو خط أحمر ثانيا كثير الاكراد لا يذهبون مذهب يعني قوات الاتحاد الديمقراطي ولا ايضا حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا عند تركيا وبعض الفئات ولدينا في الائتلاف المجلس الوطني الكردي الذي يضم طيفا واسعا من الاكراد واكثر من داعش تنظيم الى جانب مستقلين الذي يعني يتمسك بوحدة سوريا وبأيضا بالنضال الديمقراطي رغم أننا قد نختلف أحيانا بطبيعة الصيغة بين إدارة مركزية والبعض يطرح فيدرالية لكن هذه مسائل خلافية يمكن حلها بالحوار قضايا يعني قوى سوريا الديمقراطية نعم صنعت بدعم أمريكي كبير السفراء الأمريكان الذين يلتقون بنا دائما والمسؤولين الأمريكان يقولون اننا لا ندعم هؤلاء سياسيا ويقتصر الدعم على قصه الدعم العسكري لكن نحن دوما يعني الحقيقه نلاحقهم باسئله بان الدعم العسكري سيمنح وضعا سياسيا وهذا الذي حدث بالنسبه الى حزب الاتحاد الديمقراطي اصبح قوه بارزه بفضل الدعم الامريكي بشكل رئيس وليس بفضل قوى لو دعمت المعارضه السوريه بجزء يسير مما يقدم لهذا التنظيم لوجدنا لو وضعا اخر مختلفا، لكن الاداره الامريكيه لم تقدم الدعم المطلوب للاسف الشديد، نعم قبل عامين وازيد كانت هناك مباحثات بيننا وبين الولايات المتحده حول قضية المشاركة في التحالف الدولي للارهاب، م. نحن رفضنا ان يكون مقتصرا فقط على محاربة الارهاب واردنا كما هي الحالة اليوم ان تمارس قوات الجيش الحر ايضا عملها ضد النظام، الان تطلب من كثير فصائل الجيش الحر ان يقتصر عملها على محاربة داعش فقط وممنوع عليها ان تواجه النظام هذه للاسف اوامر امريكيه نسمعها وتطرح اسئله كبيره ماذا تريد الولايات المتحده بذلك هل تريد تمكين النظام وايران خارج الحد الفاصل مع فلسطين او مع اسرائيل وبالتالي اطلاق يد الميليشيات الطائفيه في بقيه مناطق سوريا طالما انه ممنوع على فصائل الجيش الحر ان تواجه هذه القوات وقوات النظام، هذا امر يحدث يوميا، بما في ذلك يعني هناك قوات قاتلت بجداره وبقوه كبيره وما زالت تتصدى للنظام ولداعش كقوات الشهيد احمد عبد او ايضا قوات يعني السود الشرقية لا. مطلوب منهم الآن أن يغادروا الأراضي السورية للدخول إلى الأردن أي التوقف عن القتال هذا موقف أمريكي يطرح أسئلة كبيرة فعلا ماذا تريد الإدارة الأمريكية منا بالضبط وهل هي بصدد تحجيم الدور الإيراني خارج امن اسرائيل لنقل صراحه لم نجد وجودا امريكيا لا في اتفاق الغوطه الشرقيه ولا في اتفاق حمص ولا في الاتفاقات الاخري بينما كانت حاضره قوي بقوه في اتفاق الجنوب التي كانت اسرائيل ايضا حاضره ولو من خلف الطاوله في هذا الاتفاق. طيب سيد هاني شادي باختصار لو سمحت ايضا موضوع اسرائيل والحدود معها كانت جزءا من المخاوف التي طرحها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس روسي في موسكو، هل من المتوقع ان روسيا قد تؤدي دورا ما لطمانه اسرائيل عند المنطقه الحدوديه لئلا يكون ثمه وجود لحزب الله أو قوات مدعومة من إيران قوات أخرى مدعومة من إيران هناك نحن نعلم ان منطقه تخفيف التصعيد في الجنوب الغربي لسوريا في اتجاه الحدود الاسرائيليه تم بالفعل بمساعي روسيه وبتوافق روسي امريكي وربما كان الهدف الاساسي منه هو حمايه امن اسرائيل أي, اي تحقيق مطلب من مطالب اسرائيل، وهذا تحقق ايضا تم ابعاد على ما يبدو القوات او ميليشيات الايرانيه وحزب الله عن هذه المنطقه. حسب التسريبات الموجوده في الاروقه الروسيه ان هناك ضمانات روسيه لاسرائيل بان حزب الله و الميليشيات الشيعية الاخرى لن تقوم باي هجمات من الاراضي السورية على اسرائيل ومن ثم ونحن نلاحظ ان هذا لم يحدث علي الاقل في الفترة الاخيرة اي ان هناك التزام ايضا بهذا الامر نقطة أخيرة أود الإشارة إليها إلى أن أحد مشاكل السياسة الأمريكية في سوريا وأيضا مشاكل الرؤية المعارضة في سوريا هي التركيز فقط على إيران وترك الأمر تماما لروسيا والقوات الروسية لكي تحدد الخطوات المستقبلية للحل السياسي في سوريا السيد اندرو تابلر يعني تعليقا على هذه الجمله الاخيره ان اولويه الولايات المتحده التركيز على ايران في سوريا الامر يؤدي الى مكاسب روسيه كما يرى السيد هاني شادي وايضا ما طرحه السيد عقاب يحيى ماذا تريد منا واشنطن يسال ان كانت لديك اجابه كمحلل طبعا وليس كممثل للاداره الامريكيه. اعتقد well, I mean, <applause> <applause> ان الاولويه الامريكيه في سوريا كانت داعش ومع سقوط الرقه بالتاكيد ستكون هناك علامه استفهام حول هذا <applause> والسؤال كيف يمكن لايران وداعش او كيف يمكن المقارنه بين ايران وداعش؟ تهديد ايران جوهري والاداره تنظر عليها الان بطريقه مخالفه ماذا تريد امريكا من المعارضه؟ السيطرة على اراضي، ثانيا ان تكون متجانسه سياسيا والا تتقاتل فيما بينها، ثالثا العمل سويا ضد الميليشيات الشيعيه الموجوده داخل سوريا والتي تهدد وقف اطلاق النار. هذه هي الاهداف المباشره التي تودها الولايات المتحده من المعارضه. لكن هذا يتطلب دعما لها وليس تقليصا للدعم او وقفا له. المساعدات جمدت في نهايه هذا العام وهي مستمره ولكن هذا لا يعني انها لن تجدد حاليا يتوقع ان تتوقف طبقا للتقارير ولكن هذا لا يعني انه لن ياتي شيء اخر مكانها محاربه الارهاب لم تنتهي علينا ان ننتظر ونرى واتوقع اننا سنرى استراتيجيه متطوره من البيت الابيض في الاسابيع القادمه. شكرا جزيلا لك اندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسه الشرق الادنى، الخبير المتخصص في الشؤون السوريه. شكرا لك من اسطنبول السيد عقاب يحيى عضو الهيئة السياسية لإئتلاف الوطني السوري المعارض ومن موسكو المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الروسية هاني شادي شكرا لكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة وإلى اللقاء في حلقات مقبلة